الشفاعة الثانية خاصة بعمه أبي طالب، إذ يشفع له أن يخفف عنه العذاب، هو في الدرك الأسفل من النار، فيوضع في ضحضاح من نار أو في نعلين في قدميه، يغلي منهما دماغه ولا يخرج من النار، أبو طالب لا يخرج من النار، إنما يخفف عنه العذاب. وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمه أبي طالب،